السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا نعم شيخ مصطفى؟ الحمد لله، كل عام وانت اقرب الى الله يا شيخ مصطفى. وأنت والسامعين والسامعات كذلك يا رب. نعم يا شيخ مصطفى، عندي سؤال لحضرتك. اتفضل. لو انا معايا مبلغ من المال بلغ النصاب. الحمد لله مبارك عليك. الحمد لله. وانا مثلا مسلف حد فلوس. طيب هل الفلوس اللي انا مسلفها للشخص ده بيخش ضمن زكاة المال ولا ما بيخشش ولا لسه ما سدنيش؟ فلوس يرجى سددها أم هي لها سنوات عنده ولا يرجى سددها؟ لا يرجى سندوها بس في مماطلة. لها كم سنة عنده؟ ما سنة مثلا أو سنة وشهرين. لا سدد عليها إن شاء الله تجيلك. سدد أو خلي الزكاة في، خلي زكاتها على جنب كده، معروف إن عليك 25% في الـ1000. يعني الفلوس اللي أنا سالفها عليها زكاة برضه. أيوه بقولك، لو ما لو أنت خايف إنها ما ترجعش خلاص خلي الزكاة مقيدة بها. 1000 جنيه علي 25 لما أسددها، 100 ألف علي 2500 زكاة. تمام يا شيخ مصطفى. تمام. عدى الحول، لو عدى الحول وانا مثلا 100 بقوا 110، طلع على 110. أيوة طبعا. تمام، حتى لو ال10 لسه داخله. إذا كانت العشرة داخلة متولدة من المبلغ الأصلي مكسب تدفع، غير دخلت عليك جديد واحد دالك 10 آلاف جنيه هدية، فحينئذ تنتظر بها سنة، تسمى المال المستفاد حينئذ. أعيد المسألة للاستفادة. شخص معه 100 ألف جنيه الآن يشغلها، في نفس التوقيت من العام المقبل أصبحت 120 ألف، يزكي على 120 ألف، لكن واحد معه 100 ألف جنيه الآن وضعها في مكان، جه بعد قبل الزكاة بشهر مثلا واحد أعطى 20 ألف، ليست مكسب من ال، ليست متولدة من المال الأصلي، ينتظر بال20 ألف هذه سنة. فهذه تسمى عند العلماء المال المستفاد، زكاة المال المستفاد. هل يزكى المال المستفاد في الحال أو ينتظر به سنة؟ فالجمهور يقولون أيضا ينتظر به سنة، لكن كان عمر بن عبد العزيز يأخذ زكاة في الحال، فكان يعطي للناس مثلا أموالهم من الغنائم أو أموالهم من بيت المال، زنبيل زنبيل فضة، يعطيه من زنبيل ويقول ادفع الزكاة. كان عمر بن عبد العزيز يرى ذلك. تمام. ألف شكر. بارك الله فيك يا شيخ. فيك.